وصل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية للعاصمة التونسية للمشاركة في أعمال القمة الثلاثين للجامعة العربية. ويرأس فخامة الرئيس وفد بلادنا للمشاركة في أعمال القمة العربية التي تنطلق بالعاصمة تونس. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار العوينة الرئاسي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. واصطحب الرئيس التونسي أخيه الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى منصة الشرف حيث عزف السلامين الوطنيين للبلدين الشقيقين، واستعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحية الرئيسين. عقب ذلك توجه الرئيسان إلى القاعة الشرفية لتبادل الحديث الأخوي الودي والسلام والترحيب بفخامة الرئيس والوفد الرسمي المرافق له.